لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 17، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا هل مات ابن باز مرتدا؟ وشفنا إحنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيكفروا 95% من المسلمين، أو ممكن نقول إن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيقولوا إن المسلمين هم السلفية الوهابية فقط، وأي حد تاني مدان بالكفر حتى تثبت تهمته بالكفر. والشيخ جيل صادق قال: من اعتقد أن الله تعالى جالس على العرش أو ساكن في السماء، أو إن الله تعالى يحل في مكان، لا يكون من الموحدين ولا يكون من المسلمين، إنما يكون من الكافرين. ونتابع مع بعض معركة أين الله، ونشوف مع بعض الشيخ الأشعري جيل صادق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. أحبابنا الكرام، من اعتقد أن الله تعالى يسكن السماء أو يتحيز في مكان لا يكون من المسلمين، بل يجب عليه أن يعتقد أن الله تعالى موجود بلا مكان، ويتشهد فورا للدخول في دين الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الشيخ جيل صادق بيعتبر الوهابية السلفية مش مسلمين أصلا، لأنهم بيثبتوا لله المكان ولازم يدخلوا الإسلام وينطقوا الشهادتين. وسؤالي للسلفية الوهابية اللي بيشوفونا دلوقتي، هل الشيخ عبد العزيز بن باز مات مرتد حسب كلام علماء الإسلام اللي بيمثلوا 95% من المسلمين، زي الكلام اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض؟ فأجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق الفوق جميع الخلق. المشكلة أن دي مش عقيدة الشيخ ابن باز وبس، لأ دي عقيدة كل علماء السلفية الوهابية اللي ماتوا، مثلا زي الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده وتلاميذه إلى يومنا الحاضر. وفي نقطة مهمة هوضحها في الفيديو اللي شفناه قبل كده، ونشوف الشيخ الأشعري جيل صادق هيقول لنا إيه مرة تانية. وإليكم كتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية للإمام الشيخ العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد ابن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هجرية. هذا الكتاب هو المجلد الخامس طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1418 للهجرة، في الصحيفة 202 يقول: ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. أهم جزء في الفيديو اللي شفناه بيقول: ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. يعني من أثبت المكان لله فهو كافر. وطبعا إثبات المكان مش شرط أن يقول بشكل مباشر إن الله في مكان، كفاية أن يقول الله في السماء ويقصد العلو الذاتي، وده اتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقات قبل كده، وده اللي هيقوله الشيخ ابن باز في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض. فأجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق. قد أجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق. التناقض الغريب في كلام الشيخ ابن باز أن علماء الإسلام أجمعوا أن الله في السماء، لكن في الحقيقة أن علماء الإسلام بين قوسين الأشاعرة اللي هم 95% من المسلمين بيكفروا اللي بيقول إن الله في السماء. وهنشوف إجماع علماء الهند برضو نقلا عن كتاب الفتاوى الهندية للشيخ جيل صادق، ونشوف مع بعض. الحمد لله ورضي الله عن الشافعي ومالك
وأحمد وأبي حنيفة. هذا كتاب الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. هذا الكتاب تأليف العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام. هذا الكتاب هو المجلد الثاني طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1421 للهجرة. يقول في الصحيفة 282: يكفر بإثبات المكان لله تعالى، فلو قال لا محل خالي من الله يكفر، ولو قال الله تعالى في السماء فإن قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد به المكان يكفر. هذا ما عليه العلماء، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة الأجلاء. يعني اللي يقول إن الله في السماء هم الوهابية السلفية، وزي ما نقلنا لحضراتكم إنهم يقولوا إن الله في السماء والسماء مكان، ويقولوا في علو أو إن علو الله ذاتي، ودي جهة. فتوى علماء الهند اللي هنشوفها كأنها متفصلة على السلفية الوهابية. مفيش حل للوهابية السلفية غير إنهم ينطقوا الشهادتين من جديد، وده معنى فتوى علماء الهند، وده اللي هيقوله الشيخ جيل صادق مع ملاحظة إننا شفناه قبل كده بيقول نفس الكلام لما اتكلم عن عقيدة الإسلام في فيديو قبل كده. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. أحبابنا الكرام، من كان يعتقد أن الله تعالى يسكن السماء أو يجلس على العرش يجب عليه فورا أن يعتقد أن الله موجود بلا مكان، وأن ينطق بالشهادتين فورا للدخول في دين الإسلام. ثم بعد ذلك يا أحبابنا تذكروا، يقول رسول الله: فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا يا أحبابنا وازدادوا علما لكي تقوا أنفسكم وأهليكم من النار بإذن الله الواحد الجبار. لازم الوهابية السلفية ينطقوا فورا الشهادتين للدخول في دين الإسلام، ولازم يتعلموا من أول وجديد علشان يقووا أنفسهم وأهليهم من النار. كل الإجماع اللي نقلناه اللي بين إيدينا دلالة أكيدة إن الفرقة الوهابية السلفية فرقة شاذة خارجة عن إجماع 95% من المسلمين علماء وعوام. ورغم إن في علماء سلفية وهابية بيعرفوا إنهم فرقة شاذة ومفيش حد بيقول بكلامهم، لكن مصممين إن اللي خالفهم كافر رغم إنهم أقلية لا ترى بالعين المجردة. ونشوف مع بعض السلفي الوهابي الشيخ وليد السويدان وهو بيعلنها إنهم عدديا ناسيا منسيان أو أقل لا شيء، رغم كده بيكفروا 95% من المسلمين. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول لنا ازاي الكلام ده. من أنكر علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته. شوف صفة واحدة، من عطل الله عن، من أنكر أو عطل أو جحد علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته. فكل من زعم بأن الله عز وجل ليس بعال على خلقه علو ذات فإنه قادح في ربوبيته تبارك وتعالى. وإن من أعجب العجيب أنه لم يؤمن بهذه الصفة على مراد الله فيها إلا طائفة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، وهي الصفة الوحيدة التي أثبتها الله في النصوص الشرعية بأكثر من 1000 دليل. سماها ابن القيم الجيوش الإسلامية، ثم جمعها في كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية. يقصد تلك الأدلة الكثيرة في إثبات علو الله عز وجل. طبعا كلامه من أنكر علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته بالصيغة دي مش موجود. أقصد إن إنكار علو الله على خلقه يعني المسلمين اللي هم 95% ما فيش ولا واحد منهم بيقول الكلام ده وبالطريقة دي. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص للحلقة. الشيخ جيل صادق بيعتبر الوهابية السلفية مش مسلمين أصلا، لأنهم بيثبتوا المكان لله،
ولازم يدخلوا الإسلام وينطقوا الشهادتين من أول وجديد. وقال إن علماء الهند يكفرون من نسب لله مكانا. والشيخ ابن باز قال أجمع علماء الإسلام إن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق. والشيخ وليد السعيدان أكد لينا إن من أنكر علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته، ومن جحد علو الله على خلقه فقد عطل ربوبيته. فكل من زعم أن الله ليس بعال على خلقه علو ذات فإنه قادح في ربوبيته. وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نواصل إزاي الأشاعرة والسلفية بيفسروا علو الله، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول.